السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو نصبت بويندوز بيبقى موجود معانا تطبيق هنا اسمه مابس. أول ما تفتحه بيجي لك خريطة بالشكل دوت. تقدر تيجي هنا تعمل سيرش على أي بلد أنت عايزها، يعني أنت عايز مثلا مصر، سواء كتبت عربي أو إنجليزي هيبدأ إن هو يجيبها لك، وتبدأ إن أنت تشوف من الاختيارات اللي أنت عايزها. طيب تعالى بقى هنا هتلاقي بيقول لك أنت عايز تشوف على شكل طرق ولا بالشكل دوت اللي هي الخريطة الطبيعية بالشكل دوت، مصر وجنبيها فلسطين اهوت. ممكن تقول لا ده انا عايز رود، طب انا عايز اشوف الترافيك اللي هي الطرق المواصلات اهوت. تعال نشوف هو بيقول ايه. هنا في هنا كونستراكشن، يعني خلي بالك لو هي قريبة قوي من الطريق يبقى اكيد في تصليح في الطريق، جنب الطريق يبقى ممكن يكون في حاجة تانية بتتعمل كونستراكشن، وكاتب لك التواريخ بتاعتها. طيب تعال نبص هنا تاني، هتلاقي هنا في علامة كاميرا بتظهر معاك، بحيث ان انت لو انت عايز تشوف المنظر من فوق تشوف الصور اللي موجودة في المكان ده، لو حد صور صور. ستريت سايد يبدأ ان هو يوريهولك. اللونز انك لو في حد عامل اي علامة تبدأ تظهر معاك. لونز انك تول بار لو انت في حاجة عايز تكتبها او تعلم عليها. فدي كلها طرق بتسهل عليك الشغل على الخريطة بالشكل دوت، بتحدد مثلا ان دي المنطقة الفلانية. تمام، ده اليوزر بتاعك لو انت عايز تسجل الدخول بتاعك بالاكونت بتاعك. طيب هنا ممكن تقول له انا عايز ابقى في الخريطة تلف معايا بالشكل دوت. ده طيب الخريطة اهو بالشكل دوت، ولو في حاجه 3 دي هيبدا يلقطها معاك. ممكن اقول له طب انا عايز اعرف انا موجود فين دلوقتي. تمام، فبيقول لي لازم تغير الاعدادات من الويندوز ان هو يبقى عارف اللوكيشن بتاعك، ما فيش مشكله. او بيقول لي ايه الحاجات المسموح ليها، فاقول له الخريطه مسموح ليها انها تعرف اللوكيشن بتاعي. ففعلت المابس، خلينا نقفلها بالشكل دوت. طيب تقول بقى وجد لي المكان اللي الكمبيوتر ده موجود فيه، فيبدأ يعمل عليه زوم بالشكل دوت. تمام، طيب خلينا نقفل دوت الأدوات اللي هي بتاعت الرسم. ممكن تقول له أنا عايز أحذف الخط دوت فأحذفه لك. تقدر تلف حوالين المكان اهوت زي ما أنت عايز. ممكن لو أنت رايح مشوار تقول له أنا رايح مشوار من النقطة الفلانية للنقطة الفلانية. تمام، اوجد لي المسافة هتاخد قد ايه. هي اكيد بالطيارة، يعني مش يعني صعب واحد ياخدها بالعربية، لكن هو بيبدأ يدرس لك الطريق ممكن يخسر 24 ساعة بالعربية. تمام، بالشكل ده.